كنت قاعدة على اليوتيوب وعمال أتفرج على فيديوز، وفجأة مريت على تشانل، على قناة. القناة دي بالإنجليزي كاتبين فايت إسلاموفوبيا. فقعدت أتفرج على الحاجات اللي هو حاططها، حاطط كذا فيديو، فقعدت أتفرج عليها. شفت الفيديو ده عجبني خالص، قلت أنا هترجم الفيديو ده وهخلي الناس تشوف، لأنه عنده أسئلة ممتازة وأسئلة مهمة، مش بس ممتازة، أسئلة محدش هنا في كندا، الناس مش عارفة حاجة وساكتين مش فاهمين ايه اللي عمال يحصل، بس الراجل ده ذكي. فأنا هحط الفيديو بتاعه في الديسكريبشن، هيكون في رابط للفيديو الأصلي بتاعه اللي هو عمله بالإنجليزي، وأنا هترجم الكلام اللي هو قاله لكم على أساس الناس اللي مش فاهمة عليه يتفرجوا على الفيديو بتاعي، بعدين يشوفوا المقاطع، لان هو حاطط 3 مقاطع في الفيديو بتاعه، فروحوا اتفرجوا عليه عشان تفهموا الكلام اللي انا هقوله. اوكي، فبداية الفيديو بيقول اسلاموفوبيا. اسلاموفوبيا دي كلمة مخترعينها هنا عندنا في الغرب، بعد لما عملوا الرباطية اللي هم عاملينها مع الاسلاميين. فالاسلاموفوبيا دي تعريفها انه الخوف الغير الطبيعي من الاسلام. اوكي، فهو بيسأل، عاوز يكلمكم عن جاستن ترودو والقوانين اللي عمال يحطها باسم الإسلام. والسبب الرئيسي اللي مخلي نسبة كبيرة من المسلمين اللي عايشين في كندا انهم يتضايقوا. بس في البداية حط مقطع لجاستن ترودو عاملين معاه مقابلة كانوا. في المقطع ده ترودو بيقول انه داعش اللي هم ايسس، داعش ما لهمش أي علاقة بالإسلام، وإنه الإسلام ممكن يتعايش بسهولة مع قوانين الغرب. ده الكلام اللي جاستن ترودو عمال يقوله. بعدين رجعنا تاني بقى للراجل اللي هو عامل القناة دي، فهو بيقول جاستن ترودو قال إن الإسلام ممكن يتأقلم مع قوانين الغرب العلمانية، وإن العادات والتقاليد الإسلامية شبيهة للعادات والتقاليد اللي بتطبق هنا في الغرب. فهو بيسأل هل ده كلام صحيح؟ أنا برضو بسألكم، ده كلام صحيح يا جماعة ولا لا؟ أنتوا رأيكم إيه؟ هل القوانين الإسلامية ممكن أنها تطبق وتنفذ بسهولة في الغرب من غير أي مشاكل؟ لكن جاستن ترودو بيدعم ويؤيد قوانين لا يمكن أن تتوافق مع الإسلام. ده هو الراجل بيقول كده. مثلاً ترودو يؤيد إجهاض الجنين، ويؤيد حاجة اسمها يوثينيزيا هنا اللي هي قتل الرحمة. بس دي الحاجات مش حرام في الإسلام؟ طب ازاي جاستن ترودو بيقول ان هو بيؤيد الإسلام وفي نفس الوقت عمال يحط قوانين غريبة الإسلام رافضها، واحنا عارفين المواضيع دي. برضو في حاجة تانية الراجل ده اتكلم عنها ومهمة جدا. جاستن ترودو سمح وحلل استخدام الماريجوانا والحشيش هنا في كندا، بس القوانين الإسلامية احنا عارفين الكلام ده بتمنع استخدام المخدرات والكحول في كل الدول الإسلامية. عقاب استخدام الحشيش او الماريجوانا او الكحول ممكن يكون اي حاجة من السجن للجلد 80 جلدة او حتى القتل. في السعودية القصاص. فترودو برضو بيؤيد الحياة للناس اللي هم المثليين، وبرضو بيؤمن، ومش بس بيؤمن، ده بيدرس الأطفال في المدارس هنا الحاجات دي، إنه الجنس الذكر والأنثى دي يعني مش محدود الجنس للذكر والأنثى، وإنه في أكتر من ذكر وأنثى. فهو بيأيد المواضيع دي، وانه الذكر والأنثى دي فكرة تحديد الجنس دي بتخضع لأوضاع اجتماعية ونفسية. ده اللي ترودو بيؤمن بيه. بس مش كده يعني، ده بيدعم حاجات غريبة. بيدعم تعليم الأطفال في المدارس الحكومية في كندا انه الجنس ممكن يكون أكتر من بس رجل وامرأة. والإسلام احنا عارفين ما بيعترفش بالحاجات دي.
اللواط والسحاق محرم في الإسلام، وعقوبته القتل أو الرجم أو يمسكوهم يشعلقوهم ويرموهم من فوق البنايات العالية. This is all about including people, which is why today on Eid al-Fitr, I'm happy to wish a Pride Mubarak to everyone as well who is celebrating of the Muslims. سنة 2017 بيعملوا حفلات هنا في كندا في كل مدينة. الناس المثليين كل سنة بيعملوا احتفالات كبيرة، بيطلعوا عريانين بيرقصوا وفي أكل ولعب وضحك وحاجات كثيرة بتحصل. ترودو بيعبد الاحتفالات دي. ففي سنة 2017 ترودو اخترع ترحيب جديد للمسلمين في كندا. هنا الاحتفالات دي بيسموها برايد باريد. برايد بالعربي يعني افتخار. فهو قال بقى للمسلمين ايه؟ قال لهم افتخار مبارك، اللي هو من الاحتفالات بتاعت المثليين. المقطع اللي حطه الراجل ده من سنة 2017 وترودو في تورونتو. فبيورينا بقى الشراب اللي كان لابسه ترودو. وترودو معروف انه هو عنده مرض نفسي، بيحب الشراريب اللي غريبة كده. فالشراب ده لابسه في اليوم ده كان مكتوب عليه بالانجليزي وبالعربي عيد مبارك. فاللي كل انواع الشراريب طبعا عنده ترودو. وفي المقطع اللي هيحط لكم هو في الفيديو لما تروحوا تبصوا عليه هتشوفوا الشراريب المختلفة اللي عند جاستن ترودو، كل الألوان وكل الأشكال وكل الأنواع، مرسوم عليها الرمز الإسلامي وكلمة رمضان كريم وعيد مبارك، وحتى صور مساجد ورجالة بدأن ورمز الهلال اللي هو الرمز بتاع الإسلام. السؤال اللي بيطرحه علينا دلوقتي إنه هل محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يرضوا بالتصرفات جاستن ترودو اللي هو عمال يعملها دي، والشراريب اللي عمال يلبسها، وافتخار مبارك اللي هو عمال يقوله برايد مبارك ولا عيد مش عارف ايه الكلام اللي هو عمال يقوله ده؟ هل الرسول والصحابة لو سمعوا كلمة افتخار مبارك دي بتاعت الاحتفالات بتاعت المثليين هل كانوا هيكونوا سعيدين؟ هل هيقولوا دي حاجة كويسة خلينا نعملها ونقولها؟ أنا أعتقد إنه الإجابة لا. معرفش أنتوا إيه رأيكم؟ طيب ليه هنا في كندا المسلمين ده هو دلوقتي بيسأل الراجل اللي في الفيديو بيسأل ليه هنا المسلمين أئمة المساجد، ما في مساجد في كندا، ما احنا مليانين يعني المسلمين هنا، بيقول ليه أئمة المساجد بيدعموا جاستن ترودو ما بيشتكوش وما بيقولوش أي حاجة، ما يفتحوش بقهم على المواضيع ده؟ يبدو أنه جاستن ترودو بيحاول أنه يغير الإسلام، أنه يجدده، أنه يدخل حاجات غربية، أساليب الغرب في الدين الإسلامي. يعني واضح أنه ده اللي عمال يحصل. بس غريب جدا هنا انه ابراهيم هندي بتاع الجامع اللي هو في مساساغا في اونتاريو امام، هو قال على القوانين اللي حطتها الاسلاميك بارتي اوف اونتاريو اللي هو الحزب الاسلامي في اونتاريو على المثليين، قال ان القوانين دي في اللي هي قوانين اسلاميه سلفيه من الدين الاسلامي السني، قال عليها زباله. ده إمام هنا في مسجد بتقول على القوانين الإسلامية زبال. وبعدين في واحدة ثانية هنا ماسكة منصب برضو اسمها أميرة الجوابي، قالت على نفس الحزب بتاع أونتاريو ده، الحزب الإسلامي بتاع أونتاريو، ما هو حط القوانين بتاعهم عشان دلوقتي هم حزب، فبتقول عليه دي فكرة غبية وفكرة إنسان واحد فقط قالت عليه. وبعدين واحد تاني بقى في أونتاريو برضو اسمه محمد هاشم قال على قوانين الحزب الإسلامي في أونتاريو إنها ضد حقوق المثليين وضد حقوق المرأة، وبالتالي لا تمثل الإسلام ولا تمثلني ولا الإسلام اللي أنا بعترف فيه.
طيب بعدين عندكم ناس خايفة من جاستن ترودو وإنه عمال شغال يغير في الدين الإسلامي وعمال يحقنوا بعادات وتقاليد وقوانين ضد الإسلام. بعدين حطلنا مقطع تاني اللي هو الإسلاميك بارتي أوف أونتاريو اللي هو الحزب الإسلامي في أونتاريو، وهم عمالين يشتموا في الحزب الليبرالي اللي هو جاستن ترودو. بعدين قال لنا انه في لقاء لواحد من الأئمة اللي هنا في تورونتو، عمل لقاء مع جريدة الجزيرة، وفي اللقاء ده الإمام قال انه الليبراليين الحزب الليبرالي ليسوا أصدقاء للمسلمين لأنهم مش عايزين تدخل الأهل في تعليم الأطفال عن الجنس، مادة الجنس في المدارس الحكومية، وقال إنه جاستن ترودو هيسبب إن الأطفال إنهم ينسوا الدين الإسلامي الأصلي الحقيقي السلفي، وإنهم هينقلبوا للإسلام نوع جديد من الإسلام، الإسلام الليبرالي. فالسؤال إنه هل النهاردة جاستن ترودو هو فعلا مجدد العصر والدين الإسلامي؟ هل جاستن ترودو هو اللي هيغير ويحيي ويقوي الدين الإسلامي وينعنش أمة المسلمين؟ السلام عليكم. Gives me wonderful honor by including me in your talk tonight. It's an opportunity for me to share in this celebration, in this moment of reflection, as we recommit ourselves to a life of compassion and charity. I want to also my greetings to the sisters upstairs, the brothers downstairs, and to all who welcome me